صحيفة الرياض التي نشرت خبرا يفيد باقتراب إصدار نسخة من بطاقة العائلة للمرأة المطلقة والأرملة بصورة مستقلة عن التي يملكها رب الأسرة. وجاء العنوان في الصفحة الداخلية معلنا عن تفاصيل السماح باستخراج سجل الأسرة بهدف حفظ حقوق المرأة وتمكينها من إكمال إجراءاتها القانونية والحكومية. وللتعليق ومعرفة التفاصيل بشكل أكبر يسرنا أن نستضيف معنا على الهاتف محررة الخبر أسمهان الغامدي. حياك الله أسمهان. هلا وسهلا، الله يحييك. سعيدين بتواجدك معنا، ومباشرة حدثينا عن الخبر المنشور عن السماح للمطلقة باستخراج سجل أسرة. بصراحة هذا إنجاز حقيقي، لكن كيف توصلتي إلى هذه المعلومة يا أسمهان؟ طبعا نحن نعرف انه المرأة الان تعيش في عصرها الذهبي منذ حياة الملك عبد الله رحمه الله وامتدادا لحياة الملك سلمان الله يحفظه. فبدأت تسير عجلة المرأة بشكل ملحوظ، وبدأت تحصل على كثير من الحقوق التي كانت مطلوبة. قبل قرابة شهر قدمت 3 عضوات في مجلس الشورى بدعم عضو 9 تعديلات جديدة على نظام الأحوال المدنية. نعم. فكنت يعني أتابع الموضوع من وقت ما صدر من مجلس الشورى، وكان من ضمن البنود أن يصبح لكل أو يسمح لكل مواطن ومواطنة استخراج نسخة رسمية طبق الأصل من القيود المتعلقة بهما من سجل الأسرة. يعني كان هذا مقترح مطروح أمام طاولة مجلس الشورى؟ أي نعم، ولقى تصويت عالي جدا، يعني كان هذا من المقترحات الناجحة اللي حازت على تصويت عالي جدا، ولم يعني تحصل أي قضية طرحت تحت قبة مجلس الشورى على تصويت عالي مثل التعديلات هذه اللي قدمتها 3 عضوات اللي هم سمو الأميرة سميرة الفيصل، سارة الفيصل، والدكتورة هيا المنيع ولطيفة الشعلان والدكتورة لطيفة الشعلان، إضافة إلى الدكتور ناصر بن داود. طيب، فكان مقترح يعني لها أصداء كبيرة. تابعته واكتشفت فعلا أن الداخلية تعاملت معه بجدية وتواصلوا مع الأعضاء واتجهوا فعليا في وكالة الأحوال، يعني ممثل وكالة الأحوال المدنية، إلى إصدار أو إلى السماح للمرأة بإصدار نسخة طبق الأصل من سجل الأسرة شرط أن تكون مطلقة وأرملة. جميل. طيب أسمهان، كم استغرق إعدادك لهذه المادة؟ والله أنا قلت لك من تقريبا صدر قرار مجلس الشورى وأنا كنت أتابع باستمرار، يعني هل المقترح حرك ساكن؟ هل المقترح فعلا صار فيه أي تطورات؟ فكنت باستمرار بتواصل مع مصادري وعلاقاتي، والحمد لله يعني صار فيه تحرك، وعرفت أنه خلال أيام راح تطلق وزارة الداخلية هالمشروع وحيتم الإعلان عنه بشكل رسمي. جميل. المحررة أسمهان الغامدي من صحيفة الرياض، وهنئك على هذا الخبر وشكرا جزيلا لك.